العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إلى جلسة جديدة من جلسات نسيم الحياة. حتى الآن مشاهدي الكرام، فصلنا في أمور عديدة جدا خصت في مجموعها حياتنا، فنحن نتأمل في أمور تخص صميم حياتنا لنعاود الظهور أو نعاود الخروج للواقع بشكل مختلف عما كنا عنه قبل جلسة التأمل هذه. حتى الآن تحدثنا عن التخطيط، تحدثنا عن مواضيع قبل التخطيط أرجئ تذكيرها إلى فرصة قادمة، تحدثنا عن الأهداف وعن مواصفاتها، وتحدثنا عن الرؤية وكيف أن الرؤية هي مجموعة من الأهداف تخص جميع المجالات في زمن معين، وقلنا إن الرؤية مهما كانت هي تنتهي في الزمن، ليست مستمرة، وهي وسيلة وليست غاية، وسيلة لغاية أعظم منها. اليوم أود أن نقف مع هذه الغاية الأعظم من مجرد رؤية تنتهي في الزمن. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإذا الغاية من وراء خلقنا هي العبادة والعمارة، عمارة الأرض والإصلاح فيها بطبيعة الحال. جاء عمران بن حسين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيما يعمل العاملون؟ بمعنى يا رسول الله، إذا كان كل شيء قد قضي وقد كتب، يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيما يعمل العاملون؟ لماذا العمل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. اعملوا، كل ميسر لما خلق له. أود أن نتوقف في حلقتنا هذه مع هذه الكلمة الرائعة: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. صحيح أن كل شيء قد كتب، غير أننا مطالبون بالعمل، وسيهيئ لنا الله عز وجل الأسباب لنسير في الطريق الذي خلقنا له أصلا، إن نحن صدقنا النية وعملنا وأردنا أن نعرف هذا الطريق. هذا الطريق أو هذا المهمة التي خلقنا لها هي الرسالة، وهي الغاية السامية التي يسعى لها كل واحد منا. فالرسالة إذن لو أردنا تعريفها، أن تكون لي رسالة يعني أن تكون لي مهمة على هذه الأرض، أن يكون لي دور معين، وكلنا لنا أدوار معينة نؤدي في مجموعها الغاية الكبرى التي هي العبادة، التي هي الإصلاح، التي هي الإعمار، أن نكون عمارا للأرض، أن نكون خلفاء على هذه الأرض. إذن هذه هي الرسالة ومفهومها. كيف أحدد رسالتي انطلاقا من أمتنا؟ أولا، نحن أمة رسالية. الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هنا ونهي عن المنكر، هنا أداء للرسالة. لهذا نحن أمة الخيرية. أيضا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن حتى نكون شهداء على الناس لابد أن تكون لدينا رسالة، رؤية وأهداف. تحديد الرسالة يغير أشياء كثيرة في الإنسان. الإنسان الذي لديه رسالة واضحة ويريد الوصول إليها تجده مقبلا على الحياة، تجده لا يعرف العجز، يعني لا يعجز، يريد الذهاب بشغف لأداء هذه الرسالة. الرسالة حتى نعرف معناها بالتحديد هي مجال يحبه الإنسان ويستعد، يعني هو على استعداد لأن يضحي بكل شيء ليصل إليه، يستعد أن يهب حياته لهذا المجال. مجال أحبه، أحب العطاء فيه، أحب العمل فيه، وأستطيع وأضحي وأستعد لأن أضحي بأي شيء في سبيل السير في هذا المجال. إذا وجدت مجالا هكذا أنا تجاهه، فإذا هذه هي رسالتي، وهذا هو الدور الذي خلقت له، وما علي إلا أن أفكر في طرق السير إليه. الحال العكسي، يعني الشخص الذي لا رسالة له يكون شخصا غير مستقل فكريا، قد يكون شخصا يعني يهدر طاقته في أعمال لا يحبها إلى غير ذلك. كيف أحدد رسالتي؟ هنا لابد أن أعرف عدة أمور. أولا، كما قلت، المجال الذي علي أن أعمل فيه أو أحب أن أعمل فيه،
وثاني طريقة لتحديدها أن أنطلق من الأهداف كما قلنا، يعني عندي مجالات أربعة مثلا: المجال الروحي، المجال الفكري، المجال الجسدي، المجال الاجتماعي. أضع هدفا في كل مجال، هدف واحد، ثم أسأل السؤال التالي: أسأل ماذا لو حققت هذا الهدف؟ طرحنا سؤال ماذا لو في حلقة سبقت، ماذا لو حققت هذا الهدف؟ يعني أنني أتخيل، أفترض أنني حققت الهدف، ما الذي أجنيه أكثر من مجرد تحقيق الهدف؟ إذا كنت مؤمنة بهذا الهدف حتما سأستفيد منه شيئا ما، سأستفيد منه معنى عميقا، أنا أبحث أنا عن هذا المعنى العميق، فأكتب الإجابة. أمر للجانب الثاني، ما الذي يحققه لي هذا الهدف؟ يعني ماذا بعد هذا الهدف؟ وماذا بعد؟ قد حققته، ما الذي سيحدث؟ وهكذا في جميع الجوانب. ثم واصل سؤال ماذا لو، حتى يعني متى أتوقف؟ حتى لا أجد إجابة. طالما لدي إجابات أواصل. ماذا يحدث لي؟ مثلا حفظت القرآن الكريم، ماذا بعد حفظ القرآن الكريم؟ أقوم الليل به يعني استظهارا. طيب ماذا بعد قيام الليل استظهارا؟ وهكذا إلى أن لا أجد إجابة. بعدها يعني عندي أربعة قوائم مثلا، أربعة أعمدة، في كل عمود وضعت هدفا وأنا أطرح الأسئلة: ماذا بعد حصولي على هذا، على هذه النتيجة؟ يعني ماذا بعد حفظي للقرآن الكريم؟ ماذا بعد حصولي على الشهادة الفلانية؟ ماذا بعد كذا وكذا؟ وأواصل. حين تقف الإجابات لا أجد إجابة، أتوقف وأنظر إلى العناصر المشتركة، سأجد حتما عناصر مشتركة بين هذه الجوانب كلها. هنا هذه العناصر المشتركة هي تحدد ملامح رسالتي، لأن المرأة بطبيعته يحوم حول رسالته. كيف أعرف أني أحوم حول رسالتي؟ يعني في جلسة صفاء ذهني أسأل الأشياء التي تعجبني، الأشياء التي أود القيام بها كما قلت، فإذا هكذا أكون قد حددت رسالتي. أيضا الرسالة لديها مجموعة من المواصفات، لديها مجموعة من الشروط في الصياغة، أرتئي أن نؤجل الحديث عنها إلى الحلقة المقبلة بإذن الله. إذا حتى الآن ذكرنا عملية التخطيط، أذكر فقط من التخطيط لأنه هو ما يهمنا، كيف أخطط لهدف معين، هذا الهدف ولا هذا الشيء الذي أريده لماذا لا أحققه أحيانا؟ تعالوا بنا ننظر مجموعة من المواصفات، فصلنا فيها، لابد أن يكون واضحا، لابد أن يكون مصاغا بطريقة إيجابية، أن يركز على ما أريده وليس على ما لا أريده، لابد أن يكون في داخل دائرة تحكمي أنا المعنية به وليس الأشخاص الذين يهمني أمرهم، لابد أن يكون قابلا للقياس، أن يكون محددا بفترة زمنية لابد أن أؤمن به، شرط أساسي ورئيسي في تحقيق الأهداف. لابد أن يراعي التأثيرات، الثمار التي سأجنيها والعواقب أيضا، يعني ما الذي سيدخل على حياتي من جراء تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقه، ولابد من العمل. ثم قلنا إن هذه الأهداف في مجموعها تشكل حالا مستقبليا، صورة مستقبلية يسمى رؤية، هناك الرؤية الشخصية والرؤية المؤسساتية. وقلنا في نهاية المطاف إن الرؤية تعد وسيلة وليست غاية، لغاية أعظم منها. هذه الغاية الأعظم منها هي ما توقفنا عنه عنده اليوم، هي الرسالة، هي الدور، هي المهمة التي خلقنا، يعني كل منا خلق لها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا كل ميسر لما خلق له. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا سبل الفلاح والتوفيق. إلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، أشكر لكم طيب المتابعة وكرم المجالسة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.